دعا الرئيس الأمريكي ترامب الدول المتحالفة مع بلاده إلى رفع إنفاقها في القطاع الدفاعي وتكثيف الضغط على كوريا الشمالية وإيران بشأن برنامجهما النووي. جاء ذلك خلال كلمته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي. قمنا بحملة ضغط كبير حتى ننزع السلاح النووي من شبه الجزيرة كوريا، ونحن سنستمر نطالب الأطراف أن يواجهوا دعم إيران للإرهاب ونحجب ونمنع دعمها وبرنامجها النووي. نحن أيضا نحاول أن نضعف وندمر المنظمة الإرهابية كداعش، ونجحنا بالفعل في ذلك. أمريكا تقود تحالف عظيم وكبير لا استعادة المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيين وقطع التمويل لهم وحتى نمحق أفكارهم الضارة. أنا سعيد أن أقول لكم أن التحالف لهزيمة داعش استعاد 100% من المناطق التي كان يسيطر عليها هؤلاء القتلة في العراق وفي سوريا.